إذا إخواني كل نفس دائقة الموت. هذه في هذه اللحظات يتم نقل جثة الشخص الذي قتلت جثته صاحبها هذا اليوم بنا وحمررت. كل إلى الله تم هذه السيدة قتلت الزوجة ديالو بواسطة بندقية صيد. تحية للرجال القوات الأمن والدرك الملكي والوقاية المدنية. حضور الدرك الملكي المختص. لا إله إلا الله دعوتكم هذه جثة الضحية للإشارة. فقد اهتز الرأي العام بنا وحي مدينة مريد صباح اليوم على فاجعة إقدام زوجة على قتل الزوج ديالها بواسطة سلاح ناري. سلام عليك لا اله الا الله لا اله الا الله دوا مولدا شكرا. إذن إخواني تنتواجد في هذه الأثناء بمنطقة مريرت. منطقة مريرت وبالضبط في الطريق المؤدية إلى عين مربيع. النفوذ الترابي ديال تانفنيت اللي تهز اليوم الرأي العام على فاجعة بكل معايير. فاجعة ديال إقدام الزوجة أم ديال جوج ديال البنات صغيرات وحدة عندها 3 سنين وحدة 5 سنين. أنها هزت بندقية الصيد لا لشيء إلا أن كان واحد الخلاف بسيط بين العائلة. سددت جوج ديال الرصاصات في الصدر ديال راجلها بلا رحمة بلا شفقة. فحسبي الله ونعم الوكيل. لا زالت المنطقة على فاجعة اللي اهتزت لها على بعد 24 كيلومتر من اللي تهزت على فاجعة إقدام راعي غنم على قطع وبطر الرأس ديال مواطنة لا حول ولا قوة لها إلا بالله. اليوم ها احنا كنعيشوا أجواء يا أخي أخي المشاهد تنعيشوا أجواء كما كتشوفوا في هذا الفيديو. الغاية منه هو أين الخلل. جوج ديال البنيتات وحدة عندها
ثلاث سنين وحده سبع سنين حسب بعض المعلومات. الأب ذهب إلى القبر والأم ذهبت إلى السجن، فما مصير هاد جوج بنيات؟ مازال القلب ديالنا تيوجعنا على البنت اللي الصغيرة اللي خلات ضحية ديال سوق الحد ديال داك الوحش الآدمي اللي قطع الراس ديالها بلا رحمة. اليوم كنشوفوا الزوجة كتسدد بندقية صيد رصاصتان في القلب ديال الزوج ديالها. حسب معلومات اللي استقيناها من الأخ تيقول بأن ما كاين خلاف بسيط، خلاف بسيط. هو أن كان خلاف بسيط ما بين الزوج والجوزة هاد الصباح مع العشرة ديال الصباح بلا رحمة هزات الجويجة، والأم ديال عفوا العمة ديالته كتقول لها عافاك حسب تصريح ترقبوه على قناة شوف تيفي بعد قليل. تصريح ديال أقرب الناس وتصريح ديال الأخ اللي بكل حرقة مازال مصدوم من الفاجعة اللي هزات الأوساط هنا بالمغرب المنسي. تحية أخوكم حميد العقاوي وعزاؤنا واحد. أمر من النيابة العامة تم تحويل الجثة نحو مستودع الأموات بمدينة خنيفرة، في حين أن الزوجة تم الاعتقال ديالها مباشرة بعد الفاجعة. وتحية للرجال الدرك الملكي اللي حاولوا باش يحميوها، لأن مباشرة من بعد هذه الفاجعة اهتزت القبيلة وكانت غتوقع فاجعة أخرى انتقام ديال العائلة ديال المرحوم والأصهار. كتوضيح تنتواجدوا الآن على بعد مدينة مريرت في منطقة بطريق الرابطة ما بين مريرت وعيون أم الربيع، منطقة تنفنيت لتهزر لهز الرأي العام. كنشوفوا صدمة قوية في صفوف هذه القبيلة، قبيلة أي تحيي. ناس الشرفة ما عمرت سمعت عليهم بحال هذه القضية، ولكن حسبي الله ونعم الوكيل. إخواني المؤسف هو شنو هو المصير ديال 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 شنو هو المصير ديال دوك جوج الصبيان اللي خلات هاد المرة. إذا حذاري الواحد حيت يبغي يتصرف، وهذه رسالة لكل واحد عنده سلاح في الدار. سلام عمي، لاباس بخير؟ هاني عمي كل شيء بخير عمي. لا لا لا، هذه رسالة لكل واحد عنده جويجة في الدار. راه هذاك سلاح ناري، إذا خصو يكون في شي بلاصة اللي مأمنة. ما عمرك أخي المواطن تخلي الجويجة حداها القرطاس، دير القرطاس في بيت ودير الجويجة في بيت. هذا رد فعل اللي كان هيستيري ديال هاد الزوجة اللي إخواني ما بغيناش باش أن نشوشو على التحقيق، لأن أقسم لكم بالله من اللي شفتها أنها ضحية براءة ديال أم هي لازالت لحد الآن لم يتم إخبارها بأنه توفى. أكدت لي بأن تتقول لي بأن راه ربما غير قصته في الصدر، ولكن مرة كتقول ليها راه مات أخويا حامد. إذا تحية لكم إخواني، وقبل ما نتصرفوا نحاولوا نفكروا المصير ديال أولادنا. جوج ديال طفلتين، طفلة عندها سبع سنين والأخرى عندها ثلاث سنين أو خمس سنين ما حسب بعض المعلومات، للأب ديالهم غادي مشى عند الله، والأم مشات وراء القطبان. نكس إذن إخواني، كل نفس ذائقة الموت. ترقب بعد لحظات تصريح مؤثر الأخ ديال الضحية وعائلة الزوجة اللي قتلت الزوج ديالها. تحية أخوكم حميد العقاوي.